اسم شايا من بلازا ارجنتينا على كعب جبل اكونكاغوا. امبارح الاثنين ب 19 كانون الثاني 2004 الساعه 3:31 بالضبط بالظهر، يعني 8:31 بالليل بتوقيت بيروت. وصلت على الامي 6962 متر، اعلى امي بامريكا الجنوبيه، اعلى امي بالمنتصف الغربي للكره الارضيه، اعلى امي بالمنتصف الجنوبي للكره الارضيه، واعلى امي بالعالم خارج اسيا. هي كمان تاني اعلى امي من الامم السبعه. يوم الجمعة بتسعة كانون الثاني، نحن هلا بنص الطريق بين المخيم الأول كونفلونسيا بيس كامب بلازا دي مولاس. مشينا الساعة 9:30، هلا الساعة 1:30، وقفنا لنتغدى ونرتاح شوي، بعدنا أقل من نص الطريق. الهواء عم بيقوى شوي وعم نشوف غيوم مسحوبة، معناتها هواء كثير قوي على الارتفاعات. كتير كتير ناشف الطقس، بالهواء برد وبس يوقف الهواء حريق. ارتفاعنا هلا 3700 متر، طالعين ل بعتقد 4400 متر بلازا دي مولاس. هلا وصلنا على المخيم المتقدم بيس كامب بلازا دي مولاس. الطقس عم بغير بس بعده منيح ودافي، كانه رح تجي عاصفه. ان شاء الله اذا رح تجي عاصفه تجي قريبا، لانه عنا خمس ايام هون لحتى بعدين نقدر ننطلق على الامه بطقس حلو. أول ليلة بالمخيم الأساسي بلازا دي مولاس، الساعة 2:00 بعد نص الليل، عم بيطلع علينا شوية هواء، الحرارة منا عاطلة كتير، صفر أو 2 تحت الصفر، ونهارنا الريحة بكرة إجا بوقته خصوصا إذا كان فيها الهواء لبكرة. ما رح طول عليكم لأنه أولا لازم أرتاح شوي، وثانيا ما بدي وعي رفيقي اللي حطي سيد الديني وهيئته نايم. الجبل اللي قبالنا مع انه اوطى بكتير بكتير من اكونكاغوا، عليه كتير ثلج وجليد، لانه هيدا الوجه الجنوبي لإله. ولكن اكونكاغوا يلي هون شايفين وجهه الغربي مع انه اعلى بكتير، ما في عليه ولا ثلج ولا جليد. Can she walk? Is there any kind of discipline for the guy?
ويلي عم بيتحضر تيطلع على الجبل لأنه في مرة ضاعت وانجبرت تقضي الليلة برا. في عندها قدام سيريبرال طالع تيخلصها وينزلها من الجبل. الله بيعلم كيف هيدي ضيعت الجروب تبعها وانجبرت تنام ليلة برا بهالهوى وبهالبرد فوق. هذا مانويل الطباخ. ليلة في ستيك. الساعة 7 هلا ويلي راجع مع الشخص المريض. ما حب يحكيون ويلي على الكاميرا بس هيدي زحتي توقعت عمالتها الشمال وانجبرت تقضي الليلة قريب على الأمي اجرى الشمال لانه كانت نامي على اجرى الشمال ما كتير منيحة برم فيها الدم بقى كل اصابيعها باجرى الشمال مجلدين وهو بيقول انه رح ينجبروا رح تخسر كل اصابيعها باجرى الشمال. هيدول ما كان عندهم جايد هني مثل مجموعة من روسيا وليثوانيا جايين لهون بدون جايد يتسلقوا هيدا الجبل. هذا شيء خطر كتير لأنه ما عندهم خبرة ما بيعرفوا الطرقات ما مفروض واحد يكون هيك. ما بعرف إذا أخدين كمان بيرميت أو لا. فينا هلا ننطلق على المخيم الاول كامب كندا 5010 متر هلا 4380 متر. يوم الثلاثة ب 13 كانون الثاني 2004 الساعة هلأ 6. نحن هلأ بالمخيم الأول كامب كندا على 5010 متر ارتفاع. وصلنا نصبنا الخيام عملنا بلاتفورمز لأنه الجبل كتير منحدر. بعدين أنا رحت جبت ثلج شوي بعيد من هون تندوي بمي. هلا شوي تريحة قبل نرجع نقوم تنحضر العشاء. الشمس ضاربة جبت الخيمة دفى بس برا هوا مسقعة. هلا ورايح خلص صار طلعنا على الجبل بننام ليلة هون. بكرة بنعمل حملة للمخيم الثاني اسمه نيدو دي كوندوريس. نرجع من بعد الحملة نرجع من نام هون وبعد بكرة بنضب الخيمة وبنطلع بننقل لنيدو دي كوندوريس.
من بعدها يا بنعمل حملة يا أما دغري بننقل لثالث مخيم يلي اسمه برلين. ومن برلين ننطر حتى يكون في افتتاح بالتأس حتى نطلع للأمي. الغيوم فاتت شوي اليوم وهقتها رح تكون ليلة مسقعة ورح يكون في شوية هواء. إن شاء الله خير. هالتيني ليلة على التوالي بيطلع هواء قوي في ثلج برا. إن شاء الله هالشي يوقف على الصبح فنقدر نطلع على المخيم التاني. اليوم الخميس ب15 كانون الثاني 2004. تحسن طقس شوي صغيرة من العاصفة اللي كانت ضربتنا امبارح بالليل. في شوية انفراجات مثل ما شايفين وراي وكشح الجبل. ولكن قرر ويلي القائدنا انه ناخذ نهار ريحة. ناخذ واحد من الثلاث ايام الستورم دايز اللي بسمون، ثلاث ايام العاصفة اللي عنا اياهم. فنحن مفروض هلا نرتاح ناكل وناخذ قوه لحتى بكره ان الله راد ننطلق كليا على المخيم الثاني نيدو دي كوندوريس، وبعد بكره ان الله راد ننطلق على المخيم الثالث والمخيم الاعلى برلين، ومن برلين ننطر الانفراج حتى ننطلق للامي. فوق ال 5000 او 5500 متر صدقوني لما يكون في تقل على ظهركم واحد يحس بالفرق. كاف كوليرا حديدو دي كوندوريس 5425 متر. في شوية برد ساعة هلأ 2:10 دقايق فضي موتي بكتح شوي. لا كلتا خير هيا يونا هكي شاي لا أوترا أوترا مينة. اليوم السبت ب 17 كانوا الثاني 2004 وعينا كان الطقس كان في شمس ولكن هلا عم تتلج وفي ريح قويه على الامي. كان مفروض اليوم ننقل كليا للمخيم الاعلى كامب برلين، ولكن قرر رئيس البعثه ويلي انه نبقى هون، واذا كان تحسن طقس شوي نعمل مشي التأقلم لأعلى شوي من برلين بس نرجع ننام هون بنيدو دي كوندوريس أو كوليرا. صارت الساعة 1 بالخيمة حريق برا عم تتلج وسقعة. ما وقفت تتلج. إذا كان بكرة تلجت كمان هيك معناتها إنه بعثتنا بدها ترجع للمخيم الأساسي البيس كامب بلازا دي مولاس من دون ما جرب تطلع على أمي. ولكن أنا ببقى بلازا دي المولاس لينفرج الطقس وبرجع بطلع مع دلول خاص. صارت الساعة هلا 7 بعدها عم تتلج برا. ما حدا قدر طلع على الأمي إلا اثنين من الأرجنتين. في بعثة كاملة من شيلي جبروا يرجعوا. التلج كتير كثيف فوق وكان في مطارح لصدرهم التلج، يعني مثل ما هن قالوا صبحوا بالتلج.
صارت الساعة 9 وبعدها عم تتلوج مثل قبل. صار نازل أكيد أكثر من نص متر. حقيقة ما عندي أنا حظ كتير على هالجبل. ولكن بعد هذا التلج اللي عم بينزل بعده مرحوم حد الهوى يلي طلع علينا سنة الماضية تنجبرنا نهرب من الجبل. إن شاء الله ما يطلع هوى مثل سنة الماضية. وإن شاء الله خير. أحد ب18 كانون الثاني 2004. الشمس شارقة ولكن في هواء وما فيني أخبركم قديش في برد. مع الهواء بركي تحت 25 تحت الصفر. عم نتروق هون يلي قادر ياكل. هالوقت هيدا نحنا عم نضبطي المخيم كله تننقل كليا على المخيم الأعلى كامب برلين. صرنا تقريبا على 5700 متر بين المخيم كامب كوليرا والمخيم الأعلى برلين. هذه آخر مرحلة بنحمل فيها تقل على ظهرنا لأنه من المخيم الأعلى برلين ننتقل مباشرة إذا الله راد وإذا الطقس سمح للأمي. كامب برلين المخيم الأعلى قبل الأمي. هاي آخر مرة بنحمل كتير تقل. من هون للأمي بنحمل شي خفيف، الكاميرا، شرب، تياب وشوية أكل. إن شاء الله الطقس يساهم. اليوم الأحد ب 18 كانون الثاني 2004. الساعة هلأ 5. نصبنا الخيمة وعم نترتب فيها ونتحضر حتى نتعشى ونجرب ننام ونتحضر نحضر غراضنا لحتى بكرة على بكرة الصبح الساعة 4 يكون برد كتير ونقدر نلاقي كل شيء لازم نلاقيه ونقدر نلبسه بطريقة فعالة. ما في هواء، رجع رايق شوي الهواء وحتى الشمس شارقة. كلنا بصحة جيدة ومتفائلين بالنسبة ل الصعود للأمي بكرة. إن شاء الله خير. التنين 19 كانون الثاني 2004 الساعة 6 إلى ربع. عم نتحضر لنبلش ننطلق للأمي. هون ويلي عم بركب الكرامبونز لتود. الجبل قد منه كبير بيعمل خياله الصبح، خياله بعيد.
لازم كل شيء نحميه، شفافنا، وشنا، ايدينا، منخارنا، عيوننا. You lose a glove, you lose a finger. Yep. You lose your glasses, you lose your eyes. You lose your chopstick, you lose your lips. Okay, Willie, it looks like a good day. What do you think? Is there much wind up top? It's going to be windy up top, but it's going to be good. Okay. Very good. هيدي اندبندنسيا اعلى ملجأ بالعالم 6400 متر معنويات منيحة الهواء مش كتير قوي ان شاء الله خير بدنا نوصل للأمة we're going to take a little break over there and we're going to be really be careful with our first step okay every first step had to be really secure because اوكي نحن هلا على كعب الكناليتا على علو 6700 متر الكناليتا اصعب شغله بهالطلعه عندنا بعد 300 متر طلوع كثير 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 قاسي صرنا بنص الكناليتا دايمين وانا عم نفتح طريق جديد خيو لولي وكل بقيه الجروب مثل ما شايفين ورانا ثلاثة ونص محليا يعني 8:30 ببيروت أعلى قمة بأمريكا الجنوبية أكونكاغوا 6962 متر أعلى قمة كمان بالمنتصف الغربي للكرة الأرضية وأعلى قمة بالمنتصف الجنوبي للكرة الأرضية كمان الأعلى قمة بالعالم برات آسيا ما قلنا لما واحد يوصل على الأمة هذا نص المشوار والمهم إنه يرجع ينزل لأسفل الجبل بخير وسلامة أغلبية اللي ماتوا على جبال كبار مثل هيدا ماتوا من بعد ما وصلوا للأمة رح ننتبه بالنزلة عنا 4 ساعات نزلة وإن شاء الله بينتهي المشوار تاني واحد من الأمم السبعة بخير وسلامة اليوم الثلاثة بعشرين كانون الثاني 2004 احنا موجودين هلأ بالهاي كامب كامب كوليرا امبارح طلعنا على الأمة ورجعنا اليوم بالليل طلع شوية هوا وهلأ عم بيطلع شوية هوا ولكن زمطنا بنهار امبارح لأنه اليوم هلأ فرجيكم على الأمة في لانتيكولر كلاود يعني غيمة عدسية معناتها أنه في هوا قوي قوي كتير فوق ما بتصور حدا بيطلع على الأمة اليوم امبارح كان رقم قياسي بيقولوا لي لعدد الاشخاص اللي كانوا موجودين اللي طلعوا على الامه بنهار واحد بيقول دايما بين ال 80 وال 100 شخص ومشان هيك صار في مشاكل وفي ناس وصلت مأخره وفي ناس وقعت دايما جبر ينزل شخص كوري لا كامب برلين كان واقع وفادغ راسه والمساعد تبع ويلي جبر يبقى مع 3 أشخاص كانوا ما كان معهم ماي كفاية وكان جسمهم منشف بالمرة وما قادرين يمشوا ونحن نزلنا من جون يعني صار في كتير مشاكل على الجبل مبارح ومشان هيك بيقولوا هون انه لازم ينظموه أكتر شوي جماعة البارك الحمد لله وصلنا على الأمي بشكر ربي انه كانت سليمة ومتى ما هلأ وصلت للأمي دايما لما واحد
من بعد جهد طويل ووقت طويل يوصل لهدفه بيسأل حاله شو بعدنا عم بعمل هون على الجبل. بقى هلا هدفي انه ارجع انزل بخير وسلامة وارجع لعائلتي. كمان هون بدي ارجع اشكر يلي دعموا مشروعنا، بنك عودي وشركة التأمين اللبنانية العربية اللي بنوا قراب، بشكرهم بعد مرة. ومثل ما بنعرف مشوارنا بعد طويل، خصوصا هالسنة بال2004 في كتير سفرات.